سيدة الرئيسة، إخواني أخواتي، قضيت 3 سنين ونصف بالعراق، وكانت مهمتي الدفاع وحماية سكان أشرف. وللأسف كانت بعثة الأمم المتحدة في العراق قد تورطت في مؤامرة ضد الأشرفيين، وهذه المؤامرة قام بتخييطها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن كوبلر. كنت مستشارا لمارتن كوبلر وحذرته من إشعال نار طائفية في العراق، وتورط في هذا. كان مارتن كوبلر وراء تدعيم الطائفيين في العراق، وقام بالتحريض لتعذيب ولتشتيت ولفك منظمة مجاهدي خلق. إخواني أخواتي، تجربتي طويلة في العراق مع الإخوة الأخوات الأشرفيين، كتبتها في كتاب وأتمنى أن تكون في متناولكم، فلن أطيل في هذا. أريد فقط أن أقترح عليكم خطوات عملية للحماية الفعلية لسكان أشرف. تجربتي في العراق وبالأمم المتحدة تقول أنكم أنتم اليوم بالخطابات التي سمعتها منكم ممكن فعلا تقديم الحماية الفعلية للأشرفيين بالتواصل وبالكتابة إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتحذيره والطلب منه أن يتأكد أن تجربة مارتن كوبلر لن تتكرر مرة ثانية في العراق. إخواني أخواتي، أحذركم أن سياسة مارتن كوبلر هي عبارة عن برنامج موجود مخطط وحاليا في إطار التنفيذ. فانتقال مارتن كوبلر من العراق لا يعني أن خطته قد انتهت، وبالتالي إذا قمتم أنتم بالتواصل مع الأمين العام للأمم المتحدة في رسالة جماعية وتحذيره من هذه الخطة والطلب منه للتوقيف الفعلي لهذه الخطة، فأكيد هذه هي الطريقة الفعلية للدفاع عن الأشرفيين والدفاع عن الشعب العراقي الذي تحولت أمواله المخصصة من طرف الأمم المتحدة لمساعدة الشعب العراق، اليوم استعملت هذه الأموال لتشريد سكان أشرف. فمن سيخلف مارتن كوبلر سيستمر في نفس الخطة إذا أنتم لم تتابعوا هذه المهمة وتتأكدون أن هذه الخطة ستفشل. فممثلي دولكم في الأمم المتحدة، إذا طالعتهم بهذه الحقائق وطلبتم منهم المتابعة مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، فأكيد هذه أحسن طريقة للدفاع عن الأشرفيين، والله يوفقكم في هذه المسار. شكرا.